كتير من الأمهات بتحط ابنها قدام الكرتون بالساعات من غير رقابة ومن غير ما تسأل هم قعدوا قد ايه، وفي الآخر تقول الطفل متأخر في الكلام. طيب ما هو لازم يكون متأخر في الكلام. دلوقتي طفلي قدام أداة أو قدام آلة فيها رسوم بتتحرك وما فيهاش لغة بيقدر يستفيد بيها، حتى لو كان في لغة هو بيسمعها فما بيصرفهاش في محادثة كلامية، ما بيصرفهاش في مشاركة، ما بياخدش ويدي بالبلدي مع أمه أو مع اللي حواليه في الكلام. إذا الكلام هيبدأ يقل عنده أو هيتأخر. في نفس الوقت بلاقي أمهات فرحانة جدا إن طفلها بيتكلم باللغة العربية الفصحى، في حين إن هو لو كان في وسط ناس طبيعيين مش هيعرف يتكلم باللغة بتاعتنا. إذا اللهجة اتغيرت، يعني مش دي اللغة اللي إحنا عايزينها أو مش دي اللهجة اللي إحنا عايزينها. يبقى الولد هيصرف إن هو مش طبيعي وسط أصحاب أو وسط الناس اللي هو قاعد معاهم. ياريت ناخد بالنا من أطفالنا بتفرجوا على إيه، وياريت الكرتون ما يتعداش 15 دقيقة في اليوم. الطفل لو تعدى فترة طويلة من الكرتون هيبدأ نسبة الذكاء هتقل، هتبدأ عنده مشكلة سمنة، مشكلة خمول، مشكلة كسل، عدم تركيز، تأخر في الكلام. كل المشكلات دي إحنا في غنى عنها. حاول تربي ابنك صح، تعلموه إزاي نقدر نتكلم ونفتح حوار.